لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وجوه في حياتهم عبر قصص قد كانت، وأحداث في أيامهم عبرت وصفتها مواقف لا تنسى. لقد كان سفر يومي في أروع قصص السابقين وحكاياتهم، يرويها لكم راشد السعدي ويخرجها أسعد الرئيسي. مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم. لما ولي إياس بن معاوية القضاء، جاءه رجلان يتقاضيان عنده، فادعى أحدهما أنه أودع عند صاحبه مالا، فلما طلبه منه جحده. فسأل إياس الرجل المدعى عليه عن أمر الوديعة فأنكرها، وقال: إن كانت لصاحبي بينة فليأتي بها، وإلا فليس له علي إلا اليمين. فلما خاف إياس أن يأكل الرجل المال بيمينه، التفت إلى المودع وقال له: في أي مكان أودعته المال، أي أعطيته؟ قال: في مكان كذا. قال: وماذا يوجد في ذلك المكان؟ قال: شجرة كبيرة جلسنا تحتها وتناولنا الطعام معا في ظلها، ولما هممنا بالانصراف دفعت إليه المال. فقال له إياس: انطلق إلى المكان الذي فيه الشجرة، فلعلك إذا أتيتها تذكرت أين وضعت مالك وتنبهت إلى ما فعلته به. فجعل المدعي يذهب إلى الشجرة، وأوهم المتهم أنه بريء: اذهب أيها الرجل إلى الشجرة، فلعلك نسيت المال هناك، هذا بريء. قال: ثم عد إلي لتخبرني بما رأيت. فانطلق الرجل إلى المكان، وقال إياس للمدعى عليه: اجلس إلى أن يجيء صاحبك. فجلس، ثم التفت إياس إلى من عنده من المتقاضين وطفق يقضي بينهم وهو يرقب الرجل بطرف خفي، حتى إذا رآه قد سكن ارتاحت نفسه وكأنه صار بريئا واطمأن. التفت إليه وسأله على عجل: أتقدر أن صاحبك قد بلغ الموضع الذي أعطاك فيه المال؟ هل تقدر أنه وصل إليه؟ قال له: لا، إنه بعيد من هنا. فقال له إياس: يا عدو الله، تجحد المال وتعرف المكان الذي أخذته فيه؟ والله إنك لخائن. فبهت الرجل وأقر بخيانته، فحبسه حتى جاء صاحبه وأمره برد وديعته إليه. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وجوه في حياتهم عبر قصص قد كانت، وأحداث في أيامهم عبرت وصفتها مواقف لا تنسى. لقد كان سفر يومي في أروع قصص السابقين وحكاياتهم، يرويها لكم راشد السعدي ويخرجها أسعد الرئيسي.